ويغفر الذنب للعبد إذا أناب وبالغفران يجبره، ومن يلوذ به في دفع نائبة يعطيه من فضله عزا وينصره. سبحانك ربي أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر، حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر. فكيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقت، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقت، أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقت؟ عجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، بل عجبا للألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك. صلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوم. فما أحلى الصلاة على محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، هو الشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود. فإذا توافدت للحساب وفود قالوا تقدم بالأنام زعيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول يا مولاي آن الموعد، فيجاب قل اسمع إليك محمد ونريك منا نظرة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن في ليلة طيبة مباركة، ليلة تكريم الحاج كامل محمد جبر، والد الدكتور عادل كامل محمد جبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعله رفقاء الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن أيضا في رحاب عالم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، إنه قارئ الحاضر والمستقبل، إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، ذلكم القارئ الذي جال بصوته أنحاء العالم العربي والإسلامي، مشرفا لمصر بتلاواته وآدائه. ذلكم المدرسة التي تربى عليها من والده فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية. القرآن الكريم تلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن. تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعيش حياة النور
والإيمان. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، وأسأل الله له التوفيق والسداد وألا يحرمنا من هذا الصوت العذب، هذا الصوت الشجي. أسأل الله له التوفيق. من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
كلم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا كلم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل وإذا أطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والله
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن يمنون عليك أن أسلموا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يمنون عليك أن أسلموا صادقين
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما كل شيء عليم يمن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلاما بل الله يمن عليكم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد الله 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 الله
مولاي شويه كده يا مولاي عليك ان اسلموا كلها تمنوا علي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بل كذبوا
بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها بكل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج. أفلم والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد قتل من الاسلام الشمسي في رحاب القران الكريم العالم سمح لراتكم زالكم العرب القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور عالم التلاوات بمصر والعالم الاسلامي والقارئ المقيم بالقاهره. الاضواء الحديثه شكا مناكب الصوتيه محطه ديزل الكبرى صاحبة أولاد العتمة دارة الحج رياض العتمة لحكمة بدون رياض. أما مخازن فراشة الزاوية الكبرى قصر ديات المتنقل صاحبة أولاد الحج السيد حفيلة المقيم فرس كور. نمرات الفندقية طبيت العبد أبو وردة المقيم بالجمالية وأشكر الله سعادة الجميع.